إن كان المقصود منها أن يؤتى بهؤلاء وأن يذكر لهم محاسن الإسلام وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من حسن التعامل وتوضيح الإسلام فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود أن يوحد الدين وأن تجمع أفكار من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يكون دينا واحدا للعالم فإن هذه دعوة كفرية. لما؟ لأنها مخالفة للكتاب وللسنة ولإجماع المسلمين. أما مخالفتها للكتاب فإن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فدل في هذا الحديث على أن كلمة لا إله إلا الله لا تدخل في الإسلام حتى يعتقد بكفران وببطلان جميع الأديان الأخرى. ولذا كفار قريش لما قالوا تعال يا محمد لنتفاوض معك نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فأنزل الله عز وجل سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في الحال. ثم ذكر الآيات التي بعدها في الاستقبال من باب أن يقطع عليهم ما يرغبون فيه. ولذا قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ومخالفة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وإلا لو كان هناك جزء من جواز مثل هذا لما حارب أبو بكر رضي الله عنه بني حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكن عندهم أن مسيلمة أنه نبي ومع ذلك قاتلهم وأجمع الصحابة رضي الله عنهم معه على قتالهم.